كان رح يحكي شي عن الماضي من شوي، كان بده يشرح لي شي عن الماضي. عم تفهمي علي؟ فهميني أصلي. ماشي، لكن قول ليش هيك عم تخبي؟ ليش؟ هذا ابن الرجال يلي قتلته لما كان عمري 12 سنة. وين أوزقي؟ بغرفتي. شو عم تعملي؟ ها؟ بدي نام. ايه نامي. انا وامك عصبنا وزعلنا من بعض شوي اليوم، بس انت خوفتني. لا لا تخافي، ما في شي بيخوف، يعني ما في شي سيء. احيانا الكبار بيتخانقوا مع بعضهم. يعني انت بتحبها لماما؟ ماما كانت عم تقلي انه انت بتحبها. ما رح تزعل ماما مرة تانية، ما هيك؟ يلا نامي انت. تعي معي لهم. ليش عم تعلمي البنت شغلات سخيفة مثل الحب؟ ليش هيك عم تحاكيها؟ لما كانت خايفة كتير وقتها قلت لها هيك لتهدى. بلدان، أنا بعرف شو عم يدور ببالك، فأنسي هالشي، أنسي هالشي، عم تفهمي؟ أنسي. قلت لك ألف مرة فرهاد، بعرف ما عندي نية بشي ولا رح تكون. بدي شي واحد وبس. أنا كنت بموقف كتير سيء قدام عيون أوزقي، وطلعت أصلي هي البطلة، جابتها على المشفى، ولما رجعت كانت أوزقي مسكرة الباب عليها وما بدها غير أصلي. ما بدي بنتي تبعد عني أبداً، ما بدي إنه تحب غيري، وما بدي إياها تقرب من أصلي لو سمحت. أصلي بطلة أساساً بلدان، والأهم من هيك كمان إنه هي بطلتي أنا، وما بتشبهك بشي أبداً. ما أنا من النوع اللي بتستخدم في ولادها لشي، لأنه أصلي بالنسبة إلك كاملة، ما هيك؟ أي صح، بس أنا ما بشوفها هيك. مين أنتي؟ أوزقي هي بنتك فرهاد، وأصلي غريبة، ممكن تعمل لها شي. مفكرة كل الناس مثلك إلك؟ مفكرة هيك؟ ماشي، أنت خليك واثق بأصلي، مو مشكلة، خلص. بتمنى ما تطلع غلطان. أنا ما بغلط، ولا تفتحي الموضوع مرة تانية. قلي سبب واحد أو كلمة بتخليني أبقى هون. قول. ليش ما بتعرفي؟ ما بعرف. بعرفي. تعرف خطورة هالشي فرهاد؟ بعرف كل شي أصلي، ما تغير شي بالنسبة إلي. بس تغير بالنسبة إلي. ما تغير. خلصت فرهاد، خلصت. إذا حابب تطمن على الولد فهو منيح وما بقى في عليه خطر. لا تشغل بالك، الولد منيح. ما بصير تمشي في تركيني. ترك إيدي. ما خلصت هالقصة، سمعتيني؟ ليش هيك عم تطلع علي؟ ما في شي، لأنك حلوة كتير.
عم تبكي؟ ما عم ببكي، بس مو هيك الظاهر. على كل حال رح ننسى ليلة مبارح فرهاد، غلطنا.